النائب العام في ليبيا. الإهمال في الصيانة وراء كارثة انهيار سد درنا. أعلن النائب العام في ليبيا الصديق الصور أن التحقيقات بخصوص كارثة انهيار سد درنا شرق ليبيا، والتي أودت بحياة 4540 شخصا بالإضافة إلى دمار واسع في البنى والممتلكات، أن الإهمال في الصيانة وعدم الالتزام بمقترحات إنشاء سد الثالث من أهم أسباب الانهيار. وأثبتت الأدلة وجود إهمال وعدم وجود منظومة إنذار في السدين، وإن إهمال تنظيف الفتحات العلوية والصيانة الدورية ساهم في الكارثة، وإن كمية الأمطار فاقت قدرة السد بثلاثة مرات سعته، وأن نتائج الخبرة القضائية أشرف عليها 25 خبيرا قضائيا. وأكد النائب العام الليبي أن جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة، وأن مسؤولين لم يخضعا للمحاكمة وغادر البلد بعد استدعائهما للتحقيق. سيتم نشر قوائم حمراء بحقهما ستحال على الانتربول. شكرا.